حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة السيد أحمد العربي القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال في هيئة تنظيم سوق العمل. أهلا بك سيد أحمد في نشرة ثالثة، نشكرك على قبول الدعوة. لا شك نمو كبير في حجم المعاملات المنجزة خلال الربع الأول من العام الجاري، ماذا يعكس هذا النمو أولا؟ طبعا بداية أرحب فيكم والسادة المتابعين. فيما يتعلق بالنمو، طبعا هيئة تنظيم سوق العمل تتولى المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل في المملكة وتنفيذ وتنظيم تصاريح العمل الخاصة بالأجانب وتراخيص الوكالات الخاصة بالتوريد ومكاتب التوظيف. بالتالي هذا النمو في حجم العمليات يعكس حجم النمو الإيجابي اللي تشهده الحركة التجارية والاقتصادية في مملكة البحرين على صعيد توسعة أعمال بعض الشركات أو افتتاح شركات ومؤسسات تجارية جديدة وما يرافقها طبعا من إصدار وتجديد لتصاريح العمل، ويدل بصورة واضحة على نجاح خطة التعافي. في هذا الإطار طبعا حرصت الهيئة على تقييم كافة التسهيلات للمراجعين مع الاهتمام البالغ بأن تصل كافة الخدمات إلى جميع المراجعين والعملاء بأعلى مستويات الجودة. استمرت الهيئة في التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية عبر مختلف القنوات، مما أسهم بشكل إيجابي في رفع نسبة الاستخدام للخدمات الإلكترونية في الربع الأول إلى أكثر من 47% مقارنة بنفس نسبة تقديم الخدمات عبر مختلف فروع الهيئة، واللي شهدت أيضا ارتفاع ملحوظ وصل إلى 32%. نعم سيد أحمد، الشيء بالشيء يذكر، يعني في سياق متصل إلى حد ما. إلى أي مدى انعكست أيضا جهود الهيئة في تكثيف الحملات والزيارات التفتيشية إيجابا على سوق العمل وضبط أيضا العمالة المخالفة؟ طبعا هيئة تنظيم سوق العمل حريصة على تنفيذ الدور المناط بها في تنظيم سوق العمل والتصدي لأي ممارسات غير قانونية من شأنها أن تؤثر على استقرار وتنافسية وعدالة بيئة العمل. نعم. ولذلك عملت الهيئة تنفيذا للتوجيهات الحكومية بتكثيف الحملات التفتيشية المشتركة والزيارات اليومية بمختلف محافظات المملكة، حيث وصلت النسبة إلى أعلى من 56% قياس مع نفس الفترة من العام الماضي. وأثمرت هذه الجهود طبعا عن زيادة عدد العمالة المخالفة اللي تم ترحيلها خارج المملكة إلى نحو 5 أضعاف، وزيادة عدد المخالفات المرصودة بشكل جدا ملحوظ حيث وصلت إلى 180%، مما يعكس جدية الحكومة في تنظيم السوق، كما يخلق نوع من التنافسية السليمة في سوق العمل بفضل التصدي للمخالفين. نعم السيد أحمد العربي القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال في هيئة تنظيم سوق العمل، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.